الحقيقة يعني أولاد مصر دايما ملهمين ودايما بيسبقوا في فعل الخير، ودايما إحنا بنقدم يمكن نماذج للموضوع ده بالذات. لكن النهاردة هنتكلم عن نموذج في الحقيقة ملهم جدا، وهي الحاجة انتصار، واللي على مدار عمرها بتتسابق دايما في عمل الخير. وهي أنشأت مسجد ومحطة لتحلية المياه لأهالي قريتها، وده بعد ما باعت جزء من أملاكها، ودلوقتي بتقوم ببناء مركز طبي متكامل لأبناء قريتها ميت موسى بمحافظة المنوفية. هو أول كان عمل خير بالنسبة لي سنة 1999، بدأت بالمسجد، مسجد المدينة المنورة. سلمت له الأوقاف واحد واحد سنة 2000، يعني بناته في حوالي 5 شهور بدون صندوق تبرعات، بدون إعلان، بدون إن أنا أقول لأي إنسان في القرية أنا عاوزة فلوس عشان أبني مسجد. بعت أرضي، تحويشة عمري، كل حياتي كانت فيه. كنا بنشغل البنا، كنا بنشيل طوب ونشغل البنا عشان ما كانش فيه عمارة. في 2012 قررت إن أنا أعمل محطة مية معدنية للقرية. عملت محطة مياه معدنية، أنا برحت بالمكان، ولكن الأدوات اللي في المحطة بجهود الشباب القرية. برحت بالمحطة، عملنا المحطة، فتحناها في 1/1/2013. بعد 1/1/22 الحاج تعب، وكنا يوم جمعة، وكان الجو شتاء بالنسبة للقرية، طبعا الشتاء في القرية بيختلف شوية. الحاج تعب، مش عارفه اوصل للدكتور ولا الدكتور يوصل لي، ولاد اخواتي دكاتره بنات وكده، لا عارفين يجوا ولا انا عارفه اروح. لما طلع النهار بقى قال لي لو كان البلد فيها مستشفى مقيم 24 ساعه كنا احنا قدرنا نتصرف وتدينا حاجه مسكن حد. قال لي خلاص انا لما اخف انا هعمل البيت مستوصف. مات يوم 24/2. قررت بقى ان هو تاني يوم على طول قررت ان انا انفذ وصيه الحاج مختار. احنا طول حياتنا مشاريعنا خير كلها، يعني نحوش التحويشه. انا بعت في المسجد ده 6 قرارات ارض، تحويشه عمري، كان الايرات الارض ب 3500، دلوقتي الايرات الارض ب 70,000 في المكان ده. انا مسلمه لي الاوقاف بقاله 22 سنه، يعني طول عمرنا كل ما نجهز كده والدنيا تنعدل نعمل مشروع خير. ده ثالث مشروع خيري بالنسبه لي. في مقابر، وفي برضه بئر ارتواز في الارض، جسر الارض، كل حياتنا كلها ما فكرناش في حاجه عشان ربنا ما رزقناش بالاولاد، ان لكل نعمل لنفسنا وربنا يتقبل. انا متبرعه بارض هبيعها، وببيع فيها، وبعت ارض فعلا عشان هنقوم بالمشروع ده. وبعد كده بقى اللي البلد تقدر عليه تعمله، انا مش هقدر امنع حد من السواء، ما احرمش حد. ربنا بيقول في القران: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني لاجل قريب فأتصدق وأكون من الصالحين. فين احنا بقى؟ استنى بقى لما ابقى اروح واقول له رب رجعني عشان انفق، ولا الحق نفسي؟ اتجمعنا جمعية صناع فريق صناع الخير بميت موسى، وقعدنا في المسجد بتاع الحاج مختار الله يرحمه، وأعلننا في بث مباشر على صفحة البلد عشان يبقى في شفافية للبلد كلها. والحاجة انتصار يعني فاجئتنا حتى في اليوم دوت، وطلعت عقد ذهب كده ما شاء الله عليه، ربنا يجعله في ميزان حسناتها، بتاع والدتها. قالت إن دوت أول بداية إعلان لإنشاء المستوصف بإذن الله. هنبدأ نكون فريق، مجرد ما الرسم الهندسي يخلص إحنا الأطباء تواصلوا معانا، هنبدأ نقعدهم الشغل بقى اللي هو التكنيكال بتاع المستوصف، هيبقوا هم المسؤولين عنه، هيبقى في دكتور إن شاء الله هنختاره هيبقى مسؤول عنه إن شاء الله. يعني خير العمل ما نفع. الواحد ممكن يقعد في حياته كلها يشتغل ويبني ويعمل، لكن لما بيروح ما فيش حاجة بتفضل غير الليجسي زي ما بيقولوا، أو عمل الخير اللي الإنسان
بيسيبوا. يعني الحاجة انتصار بنت مسجد وبنت مستشفى ومحطة لتحلية المياه، ايه تاني ممكن هي تقدمه لابناء قرية ميت موسى احلى من كده ولا اجمل من كده؟ وكل ده من جيبها الخاص يا مصطفى بالزبط. يعني ولا طلبت من حد يتبرع ولا طلبت من حد يساعدها، كل ما تشتغل وتعمل فلوس تبيع اللي عندها وتبتدي تعمل عمل خير او حاجة تفيد بيها اهل قريتها. انا شفت كان في يوتيوبر كده بيطلع يقابل ناس يديهم يعني يسألهم سؤال سهل ويديهم فلوس، ففي واحدة لسه شايفها امبارح تقول لي يا ابني انا بقبض كويس، انا بقبض 3000 جنيه بربي بيهم عيالي وانا زي الفل. يقول لها يا حاجة خد، يقول لها تقول له لا ادي محتاج، ادي محتاج. هنا بقى هي النقطة هنا يعني الجود بالموجود، وانت في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ الخير في امتي الى يوم الدين. ودي ست بتقول لك يعني انا بنكر ذاتي تماما، انا لا عايز اجيب بتاع ولا اجيب لبس ولا اجيب ذهب، انا بعمل ده لله. نموذج يعني طبعًا. نموذج في العطاء ملوش حدود. لا وبعدين يعني هي مثلا ما اكتفتش، قالت انا بعت ست قيراط من ورثها ومن من من حياتها كلها، لا وبنت بيها مسجد، لا كمان لما جوزها تعب وما لقتش ساعتها هي حاجه يتعالج او دكاتره يقولوا، قالت انا حلت الموضوع وابتدت ان هي فعلا تنشئ دلوقتي مركز طبي متكامل. ساعات كتير عارف تقعد تقول ايه، انا هجيب فلوس منين وانا هساعد الناس وانا هعمل ايه ولا ايه، لكن هي ما كانش برضه معاها هي عايزه فلوس تعمل كتير ده، هي عايزه تعمل ده. بالظبط هي عايزه تعمل ده. خلينا نشوف الحقيقه احنا انت نموذج يا حاجه انتصار، يعني والله ودتينا كلنا كده، عارفه كسفتينا شويه ان احنا قعدنا نفكر لو انت قادره تعملي ده طب ما احنا كمان نقدر نساعد واحنا كمان نقدر نعمل ده. ربنا يرزقك الخير وتفضلي تعملي خير لاهالي قريه ميت موسى. خلينا نشوف